بفاميلي اليوم معنا نسرين جبور ابو رجيلي معالجه نفسيه، وموضوعنا هو الولد لاي عمر بيقدر يبقى نايم مع اهله، وهل اصلا من الاصل ممكن انه يكون ينام مع اهله بالسرير؟ موضوع اكيد كل الاهل عندهم اسئله حوله، وبتختلف العادات بين بيت والثاني. بونجور. بونجور كاتيا. يعني هيدا موضوع فعلا فيه كثير مواضيع، يعني فيه كثير شعور عند الام انه لازم تكون حد ولدها لما بكون هالقد هالبلس، هالقد ولد كثير صغير بعد عم تتعرف عليه جديد، بعد ما بتعرف شو الريتم تبعه، بعد ما بتعرف اذا رح يتشردق بالليل ولا اذا رح حتى يجوع او يكون بحاجه لها او الى اخره، فبتكون اريح لها انه يكون نايم معها بسرير. هلا بنشوف اذا هالشيء صحي او غير صحي، ولكن كمان بالاعمار الاكبر والاكبر اوقات بصير في عوايد بتصير مشكله بالنسبه للاهل. تنبلش من الاول. مزبوط. يعني هي هلا بتشوفي رح نقسم شوي، انه كل عمر الولد بحاجه ينام حد اهله لسبب، يعني مش بكل عمر هو ذات السبب اللي بينام فيه الولد حد اهله. هلا اللي قلتيه هو كثير صح، انه الولد اول ما يخلق الام بعدها مش متقبله فكره هالانفصال، يعني 9 أشهر عايش فيها وبقلبها ولها. اجت هالولاده فصلت هالام عن الولد، هلا بدها وقت تتقبل انه صار ولد لحاله منفصل عنا لهالام. بتخاف مثل ما قلت يعني انه تشردق، ما تنفس منيح، بدها تنتبه له، واصلا هو معلق فيها بعده اول كم جمعه. بس حتى اول كم جمعه انا بفضل انه هالولد ينام بتخت لحاله لو باوضتها. كم جمعه بنرجع بننقله لحاله، ليش؟ تيتعود من الاول هالولد هو على انه يكون لحاله، وهي تتقبل فكره هالانفصال عنه، لانه هي اللي مبسوطه فيه اكثر. هو منه هلا بعده كثير، هو بحاجه لها انه تحمله وكل شيء، بس منه بحاجه انه ينام كل الليل حدها. من الاول فيها تحطه بتخته وبعدين ترجع بتنقله بعد كم جمعه، ما بعد في حاجه انه يضل حدا بتنقله. هيدا عم نحكي عن البيبي نوفوني. ايه، واذا طولت لانه ما رح تساعده ولا على الاستقلاليه ولا على انه يلاقي حاله، هو لحاله بده يصير انديفيدو مستقل عنا لهالام. مع العلم انه كمان الام هي بحاجه لراحه، والبي كمان بحاجه لراحه. مزبوط. على القليل لفترات القصيره يلي بيعطيهم اياها الولد خلال الليل، لانه صح، عندي كل ساعتين او كل 3 ساعات هذا اذا كان باحسن الحالات. ما هي 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 المدرسه التحليليه الفرنسويه هي عامله دراسات عن قد ايه بتاثر على الصحه النفسيه تبع الولد وعلى صحة هالكوبل، يعني السانتي تبع الكوبل قد ايه رح يتأثروا بوجود هالولد على طول حدهم. اكيد الانتيميتي تبعهم رح تكون تتأثر اكيد. هلا الامات والاهل اجمالا بيقولوا انه بنص الليل في كثير حاجات لولد نوفوني، فاذا نايم حدا يمكن محضره كل شيء حدا، يعني بتقدر تستفيد. او حتى اذا بدنا نحكي مع عن اكبر شوي، بنص الليل قام الولد وبده ينام حد الاهل تما يبلشوا نهارهم الساعه 3 الصبح، بخلوه ينام حدهم. لكن كانه تراكمات، يعني بعدين تتراكم هالاشياء، بعدين بيتعود، ما بيعود في يعني ما بيعود بسهوله يقدروا يشيلوه على قوته. هو اللي اكثر شيء الاجوبه اللي بيعطونا اياهم الاهل، يعني وقتها نسالهم انه ليه عم بينام حدكم، هن السبب الظاهري اللي بيعطونا اياه انه بالليل ما رح نقول له هلا روح ونحط قوانيننا مش وقتها ومش وقتها، او تعبنا ما عم نقوم ناشطين على شغلنا، عم بيأثر لنا على مزاجنا تاني نهار، نقبله بتختنا. بس هو الولد الاسباب اللي براسه غير، وحتى اوقات اسباب الاهل. يعني الولد على اذا بدنا نحكي على بين السنتين والثلاث سنين بيكون عنده خوف من النوم، يعني يلي هو شيء طبيعي بالديفلوبمنت الطبيعي تبع الولد، لانه بيكون باوج هو حركه وعم يكتشف، ويجي تينام عم يعمل ريغريسيون، يعني بده ياخذ هالبوزيشن فيتال مثل البيبي اللي ببطن امه تينام، ما رح يقبلها بسهوله. وزياده في الكوابيس والاحلام يلي بتجي ويلي بتخوفه بهالعمر، هو اول شيء بيعمله انه يجي لعند اهله، هن يا بيقبلوه يا اذا الام لازم تكون منتبهه تروح هي لعنده وتخلق له شيء بنسميه لير ترانزيشنال، يعني هالجو الترانزيشنال بين الوعي والنوم، يلي هو انه اوقات بيطلب انه يتضوى الضوء، اوقات الباب مفتوح، نخبره قصه، نصلي معه اوقات. هلا في ولاد بيطلبوا كل القصص مطرحها كل ليله، يعني البانتوف زيت المطرح، البوليشيت، اوقات الكتاب نعيده زيت القصه وحتى ينيمها حده، ما في مشكله. فاذا روتين ما قبل النوم بيساعد
نوعا ما على انه الليله تكون هاديه. بيطمنوا كثير بس اوقات كثير حتى الروتين يلي بنكون عم نستعمله يعني قبل النوم ما بيمنع انه يرجع الولد بنص الليل يوعى مزبوط. بده كل شيء اوقات مزبوط يعني حياته عاديه لوعى بدنا نرجع لعنده ودائما قبل ما نفل قبل ما نتركه نقول له انه نحن هون بس تكون بحاجه لان نحن منا بعاد نترك له باب مفتوح بس يعرف انه انت منك بعيده هيدا الشيء رح يطمنه ورح يخليه بس المهم ان تكون اوضه الولد قريبه على اوضه الاهل مش كثير بدي اكيد حتى تسمعه لانه يعني عم نحكي عن 2 و3 و4 و5 سنين حتى 4 سنين لانه اوقات كثير بالبيوت الكبيره حتى بيبقى كل اوضه بطابق يعني وهالشيء ما بعتقد انه كثير ما بيطمن كثير الولد باول يعني هو وصغير بالاعج يلي هو صغير فيه هلا اذا بدنا نحكي بين الاربع خمس سنين بتتغير طلبات الولد يعني بيكون مبلش الستاد فاليك اللي هو السكسواليتي عنده بده شوي يفرجي جسمه لأهله بده يشوف جسمه أكثر بيصير يجي لأنه عنده أحاسيس يعني مثل فريد بيقول فيه السكسواليتي انفانتيل يعني من هو كتير صغير ببلش يحس بكل جسمه هالولد هلأ هون الخطورة النايمة حدنا لأنه عم نخلق له أحاسيس هو بغنى عنا وعم تخلق له قلق ليه لأنه هو عم بحس شغلتين بذات الوقت عم بحس مبسوط بهالكونتاكت مع جسم الأهل بس بذات الوقت عم بحس ذنب إنه هو لأهلي أنا ممنوع حس معهم أنغواس رح تأثر عليه بحياته بمدرسته ممكن لقي ديفيكولتي سكولير أبداً كلهم أشياء ما بيفكروا فيها الأهل يعني بقى كل همهم أنه يحيطوا هالولد ويأمنوا يعني يحسوا حالهم أنه مأمنين له كل الظروف الآمنة أو اللي بتريح له وي مزبوط بس هن ما عم يعرفوا أنه هالولد عم يخلقوا له مشاكل يعني إذا راح نزوم عنده أنيفرسال راح تلاقي راح يضل ملزق بأمه إذا دايماً بينام حدا إذا كان لحاله راح يحس حاله أنسيكوريزي لا نحن بدنا ندفشه تيكون أوتونوم بدنا ندفشه على العالم مش ندفشه هلا للمدرسة راح يكون عنده مشكلة كتير كبيرة تروح على الجاردوري يكون عنده مشكلة كتير كبيرة هل انفصال المشكلة إذا بس عند الولد ولا عند الأم أكثر أو حتى عند الأهل أجمل يعني هي أوقات الأم هي اللي بتطمن أكثر وقت تنيم ولدها هلا من بعد الخمس ست سنين هالولد بتكون هيدي الكومبلكس دو ديب اللي جاي ينام بالنص بين أهله يفصلهم يعني الصبي بده الام والبنت بدها البي بده يعرف في عنده فانتازم عم بيعطوه كثير قصص هالفانتازم انه بده اجوب عليهم شو عم بيصير ليه هذا تختهم ليه اوضتهم الخاصه ليه انا ما في يكون بده اجوبه على كل هول بس قد ايه كمان هالولد عم يمرق بمراحل وعم بتحديات وعم بيواجه افكاره وعم بيواجه مشاعره يعني في صعوبه رح نقول انه ولد شو عباله يعني لا الولد من هو صغير ليه بنقول عنده مشاعر يعني هل اذا نيمني حدنا ريحتنا النفس تبعنا هو اللي بيبقوا معه لبعدين يعني بعدين بيقولوا هيدي الريحه بتعني لنا ما هو من هو صغير هو الحواس هلا هودي اشياء مهمه انه يعني هذه الذكريات مهمه عند اكيد بس الولد. مش ضروري بالليل يعني لازم يعرف بالليل كل واحد بقوته كل واحد بقوته وأودية الام والبي يعني الصالون للكل المطبخ للكل بس أودية الام والبي هي لالهم مشان هيك تيكون صوره لحاله كاتيا يعني انا مين انا وهي هي ما اذا ما انفصل ما راح يعرف يكون صوره واضحه عن حاله ما في شك نسير انه في صعوبه باول ببدايه الامر اكيد يعني في صعوبه وفي تضحيه اكيد ولكن الاهل بدهم كمان يشوفوا انه او يفكروا انه هل اذا انا داومت او صبرت على انه اقوم بالليل مع هالولد ارجع اعمل له هالروتين المعين اللي هو بحاجه له على فتره ممكن انه تنحل المشكله بعدين لازم لانه اذا ما انحلت اكيد في مشكله ثانيه يعني ممكن يكون في ديبرسيون عند الولد لانه اول عوارض الديبرسيون هي تروبل بالنوم وبالاكل ممكن يكون خلقان خي او اخت هالجالوزي ممكن ما عم بيقضوا معه وقت كافي هو بحاجه عم بيقضيه بالليل بلاقي انه انه عم بعيط لهم عم بيقضي وقت اكثر معه فاكيد اذا ما انحلت مع كل هالاشياء اللي عم نأمن له اياها قبل النوم للولد ومع انه نحن عم نقوم لعنده وعم نطمنه اكيد في مشكله ثانيه لازم ندور عليها لازم نشوف اختصاصي ايمتى بس عن جد نحن نتعب وما نلاقي جواب ولازم نشوف عند الاهل لانه اوقات الاهل ليه هن بدهم ينيموا الولد يعني كانه اوقات الاهل حدا منهم عم يتخبى ورا هالولد من الثاني او لهم زمان عايشين فتور ما في هالكاركار اذا بدي اقول عم بتلاقيه مع ولدها هالام او هالبي كمان ما بدنا نستعمله للولد
هو وسيلة حتى لنبعد أو نقرب. في أوقات حتى بعمر كبير يعني بعد العشر سنين بيكون بعد في هالمشكلة أو بترجع هالمشكلة؟ ترجع مزبوط، لأنه بعد غريب. العشر سنين بالأدوليسانس بيرجع هالولد بيعيش اللي عاشوا زيت الأحاسيس تجاه أهله اللي عاشوا على ثلاث سنين اللي هو معلق الصبي بأمه والبنت ببيا كمان، بده يرجع شوي يفصلهم، بده يزعجهم، منه متقبل فكرة أنه هن كوبل مع بعض، أنه بترجع هالأحاسيس زيت بس بيعيش. كأنه أنه نكون عم نقبل بهالشي كمان مش رح يحسسه بالأمان، يعني مش بس رح يخلق له مشكلة بعدين، بس بساعة الساعة كمان مش محسسه بالأمان. لا هو منه مرتاح، عم يخلق له قلق، مش ربحان ولا بأي طريقة أبداً هيك. هو عم يخلق له قلق. هلا اكيد ما بيمنع كاتيا انه مثلا نهار احد يجوا الاولاد على التخت مع اهلهم يحضروا فيلم سوا، يعني اللي هن رح يكونوا كثير مبسوطين، بس هي الليل نوم الليل لازم يكون كل واحد بمطرحه. الكشمار شو وضعه؟ يعني الكوابيس كيف بنتعامل معها خلال الليل؟ لانه هون بصير خلص الولد عنده عذره والاهل عندهم عذرهم كمان لحتى يكون عم يجي على غرفتهم، كيف معقول نتعامل مع الكوابيس خاصه انه عاده الولد ما بيقدر يعبر بسهوله شو هو يلي شايفه بهالحلم؟ مزبوط، يعني اول شيء حتى الولد ما بيعرف انه هيدا كشمار، يعني بيوعى وبيخبرك كانه شيء صار معه. اجت علي مثلا اكثر شيء بيقولوا اجت علي عصفور كبير او ابي كبيره كثير هول الكشمار بنشوفهم فريكان عند الاولاد. لازم دائما نفسر له للولد انه هول هون براسنا او بنشوفهم بالقصص، هن حكيت ما بيحضروا كمان على التي في بصير عندهم خيال كثير واسع. ولازم دائما نفسر له انه هو منهم بالحقيقه ما في شيء، انا رح ضل حدك حتى تحس انه انت مرتاح وبعدين رح تنام كثير منيح. هو منهم بالحقيقه، لازم نعلمه يفصل بين يلي بيفكر فيه وبين الحقيقه للولد. قادر الولد بعمر صغير يفهم هالنقطه؟ اول شيء ما رح تكون هينه عليه، يعني وقت يجوا هالكويبيس، لانه نحن بالكويبيس بنحس يعني منوعه، قلبنا عم بيضيق، اوقات عرقانين خايفين، يعني بنحس كل الاحاسيس عنا بتشتغل. نحن كراشدين حتى كراشدين مزبوط، مشان هيك بده وقت بس يوعى يشوف حاله بالحقيقه، يعرف انه هيدا كان حلم منه الواقع. كنا عم نقول انه ممكن بوقت من الاوقات ترجع هالمشكله لو كانت منا موجوده بعمر كثير صغير، معقول يكون في مشاكل برات البيت مش عارفين فيها الاهل عم تاثر عليه؟ ممكن، اكيد ممكن كثير، مشان هيك دائما بنقول انه التواصل مع الولد هو احسن شيء، ما يخاف منا الولد، نجرب مش متركاج وتحقيق، يعني شو عمل شو صار معك واكيد في شيء برا، لا نحن عم نسمعك اذا انت بحاجه انه تقول لنا شيء، اذا في شيء زعجك، وقتا نلاقي ما في حل اكيد فينا نستشير اختصاصي اللي هو بيقدر يعبر عنده عن شو عم بيعاني منه برا. على كل حال كمان نوعيه النوم ما بعرف اذا كمان بتتاثر، يعني واحد بيفكر انه لما الولد بينام حد اهله رح يكون نايم مرتاح ونوعيه نومه عميقه وكثير منيحه، علميا لا. كانه لا السيكل، لانه بتعرفي السيكل تبعنا تقريبا 90 دقيقه. نعم. بده يتقطش، يعني هيدا دق بهيدا، هيدا زرك هيدا، هيدا لبط، اكيد رح يتقطش. نحن اذا ما نمنا السيكل كله، يعني بدنا نعمل على القليله كذا سيكل بالليل، اذا ما نمنا هالسيكل كله وصلنا لسيكل الحلم وبعدين رجعنا، ما رح نكون مرتاحين لا نحن ولا الولد، اثنيننا رح نقوم مزعوجين، مشان هيك اكيد افضل يكون لحالنا. مع العلم انه اوقات يمكن في شيء بالغرفه عند الولد مزعوج منها، يمكن تخته، يمكن مخديته، يمكن الديكور بقلب الاوضه، اوقات شغله صغيره يعني ممكن انه تغير الاجواء بالغرفه ويصير يحب غرفته اكثر. وي مشان هيك بنشجع نحن الاهل انه هو يظبط غرفته، هو هن يعني شو على باله الوان، كيف بده يحط الاغراض، كيف بده يحط العابه، هذا شيء كثير بيريحه، بس يوعي ويشوفهم مطرحهم. نسرين جبور أبو جلي، أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا، بتأمل الكل يكونوا قادرين يناموا نوم عميق بالرغم من كل شيء. وقفي هلأ ومنرجع منتابع نحن وياكم مع إيت سمارت، خليكم معنا.